مشاهدي قناه شوف تيفي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من مدينه الجديده عاصمه بوكارا. فكما كتلاحظوا مشاهدينا متابعينا، الحاله المهترئه ديال الشوارع بعاصمه بوكارا كيف كتلاحظوا معنا مشاهدينا، فالكل معدب سواء اصحاب الدراجات الناريه او اصحاب السيارات، فالكل يعاني هنا بمدينه الجديده. وانتم كتشوفوا هذا واحد من اهم شوارع مدينه الجديده عاصمه بوكارا، ف يعني الحاله المزريه ديال الشوارع وديال الحفر هي اللي كتخلي اصحاب السيارات كيتعذبوا كثير. وانتم كتلاحظوا معنا وكتتابعوا معنا وكتشاهدوا معنا مشاهدينا متابعينا الكرام الحاله اللي صبحات عليها شوارع مدينه الجديده. انتم كتشوفوا يعني اصحاب الطاكسيات، اصحاب الطوموبيلات، اصحاب السيارات بمختلف انواعها، واصحاب ايضا الدراجات الناريه، فالكل معذب هنا بشوارع مدينه الجديده كيف كتلاحظوا معنا متابعينا. وانتم كتشاهدوا معنا على المباشر على قناتكم قناه شوف تيفي، فهذه هي الاجواء العامه، وهذه المشاهد يمكن لك تشوفها في اي مكان هنا بمدينه الجديده. فحاله كما كتلاحظوا حتى هذا صاحب الدراجه الهوائيه، انتم كتلاحظوا شوفوا الحاله، يعني الكل كيتعذب، الكل في محنه هنا بمدينه الجديده بعاصمه دوكالا. وحنا دائما كنحاولوا نقربكم من معاناه الساكنه، من معاناه يعني جميع المواطنين اللي كيمروا من شوارع مدينه الجديده. وانتم كتلاحظوا معنا يعني الحاله ديال شوارع مدينه الجديده، فالكل في محنه هنا سواء اصحاب الطاكسيات كيف كتلاحظوا معنا، او اصحاب الدراجات الناريه، او اصحاب الطاكسيات. انتم كتشوفوا معنا هاد المشاهد وهاد الصور، وكأن المسؤولين ديال مدينة الجديدة يعني ما كاينينش هنا بمدينة الجديدة، ما كيعيشوش هنا، يعني ما باغينش يتحركوا بصريح العبارة، لأن هاد الأماكن اللي كتشوفوا معنا يعني راه سنوات وسنوات، والمواطنين يعني كيعيشوا الألم، كيعيشوا العذاب، سواء السيارات الدراجات النارية، السيارات الشاحنات، الحافلات ديال النقل الحضاري، يعني الكل في محنه، الكل معذب كيف كتلاحظوا معنا مشاهدينا متابعينا الاوفياء متابعينا الكرام. فحتى هما لي انتريبورات هما كتشوفوا يعني الحاله ديالهم، وهذا الشيء كيتسبب في اضرار بالنسبه لاصحاب السيارات او مستعملي السيارات والدراجات الناريه والهوائيه، يعني بمختلف الاشكال والانواع والالوان هنا بمدينه الجديده. فحاله مزريه كيعيشوا على وقعها يعني جميع المواطنين اللي كيعيشوا هنا بمدينه الجديده. وحنا دائما هنا معكم في اطول واكبر شارع اللي هو شارع جبران خليل جبران. انتم غتشوفوا يعني هذه حافله ديال النقل الحضري هنا بمدينه الجديده، وكتشوفوا يعني تهيايا المحنه، والمحنه ديال الركاب وديال كل من يجوب شوارع مدينه الجديده عاصمه بوكارا. فنخليكم مع هذه الصور مشاهدينا تشوفوا يعني اشنو واقع بمدينه الجديده بعاصمه بوكارا، وحنا كنتواجدوا معكم باطول واكبر شارع بمدينه الجديده اللي هو شارع جبران خليل جبران. شوفوا يعني حتى اصحاب الدراجات الناريه فهما ما كيسلموش من هذا الشيء اللي كتشوفوه معنا واللي كتشاهدوه معنا، وهذا الشيء يمكن لكم تشوفوه باستمرار او طيله اليوم. وكتشوفوا الاختناق المروري ديال عدد كبير من السيارات ومن الدراجات الناريه، وحنا دائما كنحاولوا يعني نقربوكم من هذا المشاهد اللي كتشوفوه، من هذا المحنه وهذا العذاب اللي كيعانوه المواطنين هنا بمدينة الجديدة بمختلف شوارع مدينة الجديدة. ولكن حنا الآن كنتواجدوا معكم من شارع جبران خليل جبران، كنحاولوا نقربوكم من هاد الأجواء العامة، الأجواء اللي كتشوفوها واللي كتعيشوها معنا
هنا بمدينة الجديدة بعاصمة بوكالا، فكنحاولوا يعني نقربكم لعل المسؤولين يتحركوا ويصحوا ما يمكن تصحيحه، خاصة وأنهم أعطوا وعود للساكنة وللمواطنين يعني خلال حملات انتخابية بأنهم غيعملوا على تصحيح الإنارة وعلى تنقية المدينة باش تصبح المدينة نظيفة، منبقاو نشوفوا الأزبال بمختلف شوارع المدينة، وأيضا غيعملوا على إصلاح مختلف شوارع مدينة الجديدة. انتوما يعني كتشوفوا معنا مشاهدينا متابعينا هاد الحالة الكارثية اللي كيعيشوا على وقعها يعني الساكنة ديال المدينة، وبالأخص يعني مستعملي السيارات والدراجات سواء النارية أو الهوائية. كيف كتلاحظوا دراجة هوائية، شوفوا صاحبها تا هو، يعني المحنة اللي كيعانيو مختلف يعني مستعملي الطريق هنا بمدينة الجديدة بعاصمة بوكالا. فمحنة تعب حيرة كيعيشوا فيها المواطنين والساكنة كيف كتلاحظوا معنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام. انتما معنا على المباشر على قناتكم قناة شوف تي في، فكنحاولوا دائما يعني نقربكم من الأجواء العامة هنا بمدينة الجديدة، وتشوفوا معنا عن قرب يعني المحنة والحالة اللي كيعيشوا عليها المواطنين ومستعملي كما قلنا يعني الطريق، مستعملي الشارع العام، لأن هذه هي الأجواء وهذه هي الحالة اللي يمكن لكم تشوفوها يوميا وتشوفوها باستمرار مشاهدينا متابعينا الكرام. هذه هي الحالة ديال مدينة الجديدة، وما يمكنش يعني ما تشوفوش مثل هذه المشاهد أينما وليتم، فيمكن لكم تشوفوا يعني هذه المشاهد، وكتشوفوا حتى أصحاب الدراجات سواء النارية أو الهوائية فهما يعني كيتمحنوا وهما في محنة مشاهدينا متابعينا الكرام. ترى امتى غيتم اصلاح هاد الشوارع وامتى غيصوبوا هاد الشوارع اللي كتشوفوها معنا؟ فالساكنه سئمت من مشاهده مثل هاد المشاهد اللي كما قلنا يعني كيمكن لك تشاهدها وتشوفها في مختلف شوارع مدينه الجديده. وحنا كنتواجدوا الان يعني اذا كان نموذج هنا بشارع جبران خليل جبران بمدينة الجديدة بعاصمة دوكالا، فكنحييو كل المشاهدين كل المتابعين اللي كيتابعونا على المباشر على قناتهم قناة شوف تي في. فغنخليكم مع الصور قبل ما نودعكم مشاهدينا متابعينا، وانتم معنا يعني مباشرة من هنا من مدينة الجديدة كيف كتشوفوا معنا مشاهدينا. فهذا هو الجو العام اللي يمكن نعيشوه وتعيشوه معنا يعني بشكل يومي ودائم هنا بالجديده. وكتشوفوا معنا يعني هذا الاختناق المروري اللي كتسبعوا هذه الحاله ديال الشوارع، فالحاله كارثيه بكل ما تحمل الكلمه من معنى مشاهدينا ومتابعينا. انتم يعني كتشوفوا معنا هذه المشاهد وهاد الحالة وهاد الأجواء مشاهدينا، وانتم معنا على المباشر على قناتكم قناة شوف تي في. مشاهدينا ما بقى لنا إلا ندعوكم على أمل لقاء بكم إن شاء الله في مباشر آخر، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. نخليكم مع هاد الصور وهاد المشاهد هنا بمدينة الجديدة.